وحول آخر التطورات ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي فتحي براهمي مراسل تلفزيون فلسطين من أريحة. أهلا وسهلا بك فتحي. إذن ضعنا في الصورة، هل هناك معلومات حول حصيلة شهداء لقمة العيش جراء هذا الحادث المروع؟ مساء الخير مجد. أولا كل التعازي الحارة لأبناء شعبنا في قرية عقربة في محافظة نابلس على هذا الحادث المؤلم وهذه الفاجعة الكبيرة التي تعرضها أبناء القرية نتيجة حادث السير المؤلم. حصيلة ضحايا هذا الحادث هم 8 من شهداء لقمة العيش الذين يعملون في قطاع الزراعة في منطقة الأغوار قرب قرية فصائل. حادث السير وقعت بين حافلة خاصة فلسطينية وشاحنة مخصصة لنقل الإسمنت السائل، كانت تسير على الطريق الرئيسي بين بيسان وريحة، ونتيجة التسرع صدمت الشاحنة السيارة التي تقل العمال 10. ولحظة وقوع الحادث قامت سيارات الإسعاف بنقل 7 أشخاص إلى مشفى أريحة الرئيسي والحكومي، ثم قامت سيارات إسعاف بنقل 3 حالات إلى الداخل الفلسطيني. بعد ذلك تبين أن 7 وفيات كانت في مشفى أريحة الحكومي بعد أن أعلن مدير المشفى الدكتور ناصر عناني صحة هذه المعلومة. في ذات الوقت نقل أهالي قرية عقربة بأن شهيدا ثامنا قد سقط من بين ضحايا هذا الحادث المؤلم، فيما بقي هناك 2 تحت الرقابة والعلاج الطبي. الطواقم الشرطية الفلسطينية وفقا للعميد أبو زنيد مدير الإدارة العامة للمرور في الشرطة الفلسطينية الذي قام بزيارة تفقدية واطلاع على تفاصيل حادث السير، أكد بأن هذا التقاطع والذي يقع على طريق الأغوار الرئيسي ويقود باتجاه قرى محافظة نابلس الشرقية يوجد فيه خلل هندسيا يحتاج إلى تعديل من أجل تخفيف حوادث الطرق التي تقع على هذا الطريق، لكنه أكد بأن الإجراءات الروتينية التي تقوم بها شرطة المرور قد تمت وتمت معاينة الحادث، وأن جميع الأدلة والصور والبيانات التي تؤكد تفاصيل هذا الحادث قد أصبحت بيد الشرطة، وأن سائق الشاحنة الفلسطينية قد نقل إلى شرطة محافظة أريحة والأغوار من أجل اتخاذ التدابير أولا الأمنية والإجراءات لحمايته الشخصية ومن ثم إخضاعه للمقتضى القانوني وفقا للقانون الفلسطيني. السيد الرئيس محمود عباس نعى هؤلاء الشهداء معربا عن تعزيه الحارة لأبناء شعبنا الفلسطيني وإعلان الحداد تأكيدا على أن لقمة العيش الفلسطينية شكل من أشكال الصراع على هذه الأرض ومن أجل العيش بكرامة في ظل احتلال دائم يسعى إلى النيل من كرامة الإنسان الفلسطيني. الشهداء 8 تم نقلهم إلى محافظة نابلس عبر سيارات إسعاف فلسطينية تابعة للهلال الأحمر وللمستشفيات الفلسطينية في محافظة نابلس، وهناك أيضا إجراءات أخرى تقوم بها الجهات الاختصاص الفلسطينية من أجل وضع حد لهذه الحوادث المرورية المؤلمة التي تقع على هذا الطريق. حيث أود أن أشير إلى أنه في شهر تشرين الثاني من عام 2018 وقع في نفس المكان حادث مماثل أودى بحياة 6 عمال فلسطينيين من محافظة القدس، وهم من قرى شرق مدينة القدس يعملون في إحدى مسالخ الدواجن في منطقة بيسان، وذلك نتيجة اصطدام سيارة فورد بإحدى الشاحنات في تلك المنطقة ما أدى إلى وفاة العمال 6 وإصابة 4 بجروح متفرقة، إضافة إلى تعرض مواطنين من الداخل الفلسطيني في منطقة البحر الميت لحوادث مماثلة، حيث أن هذا الطريق الطويل الذي يمتد لأكثر من 100 كيلومتر ما بين البحر الميت ومدخل مدينة بيسان إلى الشمال تحدث به العديد من حوادث السير المميتة والقاتلة، خاصة الأطفال في قرى الأغوار التي تقع على الأطراف المتاخمة لهذا الطريق. نعم فتحي، سؤال أخير، يعني هل لدينا صورة أو معلومات حول أعمار يعني الضحايا جراء هذا الحادث؟ كما فهمنا بأن معظمهم من الأطفال وكانوا يعني قد استغلوا فرصة عطلة المدرسة للذهاب والعمل ويعني جني المال.
نعم هم من الشبان والبالغين، وبالتالي هم يعملون في القطاع الزراعي، لم يحتاج هذا القطاع من جهد غير كبير ويحتاج إلى عدم عناء في العمل، لذلك استغلوا هذه الظروف أو العطلة المدرسية، وبالتالي من أجل توفير ما يمكن توفيره لسداد لقمة العيش أو توفير احتياجاتهم المدرسية. لكن أود أن أشير إلى أن جميع المصابين وأيضا الضحايا هم بعمر الورد، وبالتالي أيا كانت أعمار هؤلاء الشبان فأنهم خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، وأيضا سيكون موضع أمل وألم لعائلاتهم التي فقدتهم. نعم. والتي تأمل دائما أن يتذكرهم الشعب الفلسطيني، لأنهم يقدمون الصورة الأمثل للإنسان الفلسطيني الذي يكابد ويصارع من أجل حياة كريمة وأيضا لقمة عيش شريفة. نعم بالفعل كما ذكرت خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، وللأسف ليست المرة الأولى التي يعني نشهد بها حوادث مماثلة يعني، ويروح ضحيتها أيضا عمال ويعني شهداء للقمة العيش. أود أن أشكرك جزيل الشكر فتحي براهمي، مراسل تلفزيون فلسطين، كنت معنا حول هذا الحادث المؤسف.